Ici, vers Milo Bakri, Sertri. Bismillah ar-Rahim. بداية شكرا موصول للإخوة في المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال الشارع على الدعوة الكريمة. كذلك شكرا موصول للسيدة المحاضرة والسادة المحاضرين على هذه المداخلة القيمة. كذلك تحية تقدير واحترام للحضور الكريم كل باسمه وصفته. طبعا موضوع ديال المستجدات تنظيم خطأي موضوع ذو شجون، وباعتباري كنت طالبا باحثا في سلك الدكتوراه حول موضوع الإدارة القضائية، من بين الصعوبات التي وجدتها في البحث منذ 2011 هو كثرة المستجدات، لدرجة أني توقفت عن كتابة البحث لأن هذه المستجدات لم تتوقف، حتى طالبني الأستاذ المشرف على الدكتوراه بأن أتوقف في تاريخ معين وأضع بحث لأن هذه المستجدات لن تنتهي. وهذا دليل على مدى غنى هذا المولود القانوني، اللي طبعا ربما وللأسف الشديد هذا كتقييم شخصي لم يحظى بنقاش مجتمعي حقيقي تدخلت فيه جميع مكونات العدالة. وعندما أقول جميع مكونات العدالة يعني ابتداء من كتابة الضبط اللي هي قطب الراحة في العملية ديال التنظيم القضائي، مرورا بباقي المتدخلين في المجال القضائي ومساعدي القضاء. هذو من الإشكالات اللي ربما مستقبلا غادي تكون عرقلة في هادشي، لأنه ما كانش شي نقاش مجتمعي وتصور مجتمعي يعني تخضعوا فيه جميع الآراء. وبالمناسبة تعقيبا على مداخلة الأستاذ العرج صديق العزيز، عندما نتحدث عن مؤسسة الكاتب العام للمحكمة والتي كانت في صيغة ديال 2014 مادة 29 قبل القراءة الأولى والقراءة الثانية والإحالة على المحكمة الدستورية وقرار المحكمة الدستورية 89/19، يعني أعتقد أنه إلغاء مؤسسة الكاتب العام فوت على هيئة كتاب الضبط تحقيق الاستقلالية التي طالما ناشد بها الجميع. وعلى الرغم من أنه مؤسسة الكاتب العام يعني سال عليها مداد كثير من الانتقادات، حيث منهم من اعتبر أنه لا يمكن أن تدار المحكمة بثلاثة رؤوس، بمعنى ثلاث توجهات لا يمكن أن تدير المحكمة. الآن كنصيبوا بأنه أرجعنا لثلاثة التوجهات اللي كتدير الإدارة القضائية واللي اعتبرها المحكمة الدستورية هو مجال مشترك، بمعنى حاولت أن تحسم النقاش لأن كل طرف كان يحاول أن يستقطب مصطلح الإدارة القضائية لهيئته الخاصة. المحامون يعتقدون أن إدارة قضائية تمثل المحامون، كتاب الضبط يقولون بأن الإدارة القضائية تمثل كتاب الضبط، السلطة القضائية إلى ما هنالك. الهيئة المشتركة هي مجال مشترك للشغل داخل الإدارة القضائية، على اعتبار أنه الشق المتعلق بالعمل القضائي هو اختصاص صرف للسلطات القضائية، والشق المتعلق بالمجال المالي والإداري هو صرف متعلق بكتابة الضبط، ولكن تحت إشراف أو تحت سلطة الإشراف ديال السلطة القضائية، وهذا تناقض وتداخل بين السلطات. شكرا. تحية واحترام على هذا الموضوع. شكرا لكم جزيلا. عبد الكريم. هنا عافاك هنا.